ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمنا من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية عثرت قبل قليل من يومه الأربعاء على شاب يبلغ من العمر 30 سنة وشابة تبلغ من العمر 25 سنة تنحدر من شفشاون متوفيان داخل شقة توجد بكورنيش مارتيل. وأوضح مصدر مطلع أن المعطيات الأولى الخاصة بالنازلة تشير إلى أن الهالكين فارق الحياة نتيجة وقوع تسرب للغاز من سخان المياه الشوفو. وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث وأيضا للكشف عن هوية مالك الشقة، بينما تم نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات لإخضاعهما للتشريح الطبي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.